قرآن كما أها كتاب الأسقفة الأسقفة أنه ما أها قف كاسا حافظ أي قف كاسا حافظ أهين ووحو ونكسن إلهي سبحانه وتعالى حفظي القرآن كإلا قد ذاله ويوم القيامة قفك وحليها أخري ورتل ماشو جنة كجلا يوم كاس وماشو قرآن كأسقو إجهي. لكن مع ذلك إن لغو عمل فلوية وسن كان نقول قرآن ك هل يغشيه أما أني سيدا أن نقض أما قرآن كوسن نقول دكسي وي عنوغا مكو برايا معالين كعنوغي سمركو برايا إنو وحاوية عنوغا سي دكا كلا أغفانو أما أويرا دكسي أغفيعن دكسي فلان ما فيعنو وحاصر لن قرآن كوكسريا إن الذين يتلون كتاب الله كتاب كوحا لو سدجي إن لغو نقم حفظي محالو حفظينا يا المها إن قلبي غوضا أغلو أي كل نقمان يتلون كتاب الله وأقام الصلاة قرآن كما كان كل أقام ولا ليال أو آنو أخرنه أو آ وحوي آد أددانه وأقام الصلاة هو قرآن كأخرية صلاة أوغايا إلهي سبحانه وتعالى أي أوغادين وحي كو أوغادين من خلال قراءة القرآن قرآن كأخرنا يان أو من خلال آياته الكونية آيات كونية هي كأوغادين أما آيات كونية أو قرآن ككل حيال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلهي سبحانه وتعالى سماوات كان يقولك أبوري يكون كان هبينك يمالنت وحصنا وآيات على مضه وحيئيهين كوا وحفهم وعقلك أصاحبك